هل يجوز أن تؤخر زكاة المال بضع شهور على مرور الحول؟ لا يجوز تأخير الواجب إلا لضرورة. الله جعل للزكاة ميقات كما جعل للصلاة ميقاتا، والأصل المبادرة إلى إخراج الواجب في ميقاته وإلى براءة الذمة منه. إذا في ظرف قاهر لا يوجد عندك مال جاهز تخرجه للزكاة، أو أنك أرجعته لكي ترسله إلى فقير في بلد آخر واقتضى نقل المال إليه بعض الوقت، فلا حرج. يعني التأخير لمسوغ، لعذر، لمصلحة الفقير لينتقل المال إليه، أو لظروفك أنت الاضطرارية الملجئة لهذا التأخير. أما طائعا مختارا بلا قهر وبلا ضغط، لا يجوز يا ولدي تأخير الواجب عن ميقاته، فأنت لا تدري متى يفجأك الأجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.